الو الزراعيه مباشر. حد يسمعني؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعامل. يا بيه الزراعيه مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعتبر صناعة الدواجن في مصر من أهم الصناعات التي تسهم في توفير البروتين الحيواني، وتتميز فعلا هذه الصناعة بعدة خصائص. من أهم هذه المميزات سرعة دوران رأس المال، ده اللي بيفكر فيه كل مستثمر. ده أيضا بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، المزارع ومساحة هذه المزارع أقل بكثير من الأراضي الزراعية، بجانب الارتفاع النسبي للكفاءة التحويلية الغذائية بمقارنة بمختلف أنواع الحيوانات الأخرى. يعني أنا عندي معدل تحويل ونمو أسرع من الحيوانات الأخرى. وبرغم نمو صناعة الدواجن بصورة متسارعة منذ عام 1977، وفي هذا التوقيت قدرت هذه الصناعة استثماراتها الكلية الثابتة بما يزيد عن 18 مليار جنيه سنة 1977. بدأت تتعرض هذه الصناعة لنمو وتطور إلى عام 2006، وتعرضت في 2006 لأزمة كبيرة وأثرت على صناعة الدواجن. حتى الآن هذه الأزمة هو ظهور إنفلونزا الطيور. أظهرت إنفلونزا الطيور أو أزمة إنفلونزا الطيور مدى ضعف هيكل صناعة الدواجن، بالرغم من أن احنا بنتكلم على استثمارات كبيرة، بنتكلم على مميزات، إلى أن الهيكل التنظيمي والمظلة التي يعمل من خلالها هذا القطاع الهام لم تستطع التصدي لهذه الهجمة من مرض إنفلونزا الطيور. ما ترتب عليه من توقف العديد من المزارع ومدى الخسائر التي يعني أصابت قطاع الدواجن المصري، وما تكبدته الحكومة المصرية أيضا منذ الإعلان عن ظهور المرض من خسائر مالية، ده كمان فضلا عن توقف نحو مليون عامل. دول أو المليون عامل كانوا بيشتغلوا في المزارع المنتشرة، وكذلك الخسائر التي نتجت عن توقف نحو مليون عامل بالمزارع هي نفس الخسائر التي لحقت بهذه الصناعة الواعدة. صناعة الدواجن حاليا في مصر بتشهد العديد والعديد من الجهود من أجل أن يكون هناك تطوير لهذه الصناعة. صناعة الدواجن حاليا بالرغم من المعوقات ومن الأزمات الحادة التي تهدد هذه الصناعة، إلا أن الدولة تنتبه إليها جيدا، وهناك خطوات من أجل إنقاذ هذه الصناعة وأن تقف على قدميها مرة أخرى. إذا كنا بنتكلم على هذا القطاع الهام وأهمته بالنسبة للاقتصاد المصري، فهو أيضا هام بالنسبة للمواطن واستهلاكه وتوفير البروتين من الدواجن، وأيضا هو هام بالنسبة للعاملين في هذه الصناعة وتوفير فرص عمالة، العديد والعديد من الاستثمارات. هناك مشاكل عديدة متعلقة بها بخلاف إنفلونزا الطيور، المزارع غير المرخصة وكيفية تقنين وضع مالكي هذه المزارع، أيضا الأمان الحيوي ومدى تطبيقه لحماية صحة المواطن في مصر، ملفات عديدة متعلقة بالدواجن وهذا الملف. ولكن الدواجن في مصر ما زالت صناعة قائمة، ما زالت صناعة قوية، ننتظر المزيد، ننتظر أن يكون لها أيضا ثقل تنظيمي يكون يعني قادر على توجيه هذه الصناعة إلى مستقبل أفضل وإلى إمكانيات أقوى. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشر. برحب بحضراتكم مرة